مهم مرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم بزاف منكم غيسولوني يقولوا لي علاش دايره الماكياج، ما دايراش الماكياج البنات. انا غير دائما مغطيه عينيا لان عيني منفوخين بزاف وما بغيتش نخرج بهم من الزنقه بحال هكا، داكشي علاش غطيتهم كما كتشوفوا راه ما دايراش الماكياج. المهم اليوم غنشارك معكم فطوري ديال ثالث نهار، غنشارك معكم المملحات اللي غادي نصاوب. والبنات ما تنساوش ان هادشي ماشي كنصاوبو في الفطور ديال نهار واحد، انا راه غير بوحدي انا كنصاوب وكنخلي الايام اللي غنكون ما مسالياش. دابا بديت بالصوفة، ها هي كطيب بلا ما نوريكم الطيب. درت فيها البنات صوبة اللي عاديه لانه ما عنديش مع الحريره بزاف. ودابا البنات غادي ندوز نصوب واحد الحريشات كيجيو غزالين فنين فنين وبزاف الحاجات. المهم خليكم معايا وشوفوا حتى الاخر اشنو غنوجد. كما كتشوفوا هذا اللاطه ديالي اللي وجدت باش ندخلها للفران. صراحه ما كفانيش الوقت باش نبقى نوريكم داكشي من الاول، وهادشي بما انه سهل فغنوري لكم غير بحال هكا. هنا عندي دوار بطاطا، مطيشه، كفته، خيزو، وهكا تدورتها كامله. دابا غادي نصاوب لها الصلصه ديالها ونخشيها للفران. وهنا البنات عندي السيجار اللي صوبته بالكفته، وكواترو كيسو اللي هو هذا اربعه الانواع من الفرماج. درت البصله، الكفته البنات، وفقط وكواترو كيسو انا غنديرو في الفران دابا. وهذا مكان وخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطويبله ديالي. ديالي السيجار مني خرجته باقي سخون، حطيته هنا مع مسمنات والبرايوات وحد اخرين، ولكن هذا هو السيجار اللي صوبت اليوم. شوفوا كيفاش مقرمل، مقرمل غزال. بلاتي كما قلت لكم ها لاصوب ديالي كطيب، الكاميرا بالضبط. بغيت نوريكم غير شويه، فين هي الكاميرا؟ ها هي بلاش كاع. هنا البنات عندي شويه الفريز باش نديرو. البنات ها الصوبة ديالي وجدات، شفتوها كتقيله وخاطره غزال. نبداو البنات، هاد الوصفه غادي نحتاجو زلافه ديال السميده، غادي نحتاج نص كاس ديال الزيت لانه انا ما غنستعملش بزاف، غنحتاج معلقه كبيره بهذا الحجم ديال الزبده اولا جوج معالق كبار، او ربع الكميه ديال الفينو. يعني الا درت زلافه كبيره ديال السميده غادي ندير ربع زلافه ديال الفينو. والبنات دابا غادي نخلطوا هادشي هو الاول، عاد ندوزو نكمل معاكم الوصفه. غادي نخلطوا هادشي مزيان، نتوما البنات الزبده تقدروا تذوبوها اولا تقدروا ديروا الزبده هكا. انا لانه عندي الكوزينه سخونه فمعليش واخا نديرها بحراره المطبخ، المهم خصني نحاول نفزك هادشي مزيان يدخل فيه كاع المقادير اللي عندي. خلطوا عندي المقادير مزيان، غادي نزيد واحد كاس د الماء، الاول هو الماء، عاد من بعد نزيد كاس د الحليب هكا. هنا الغزالات ضفت شويه الملحه وشويه ديال الخميره الحلوه، غنخلط مزيان وغنضيف الحليب كاس من الملح ونخليوها ترتاح 10 دقائق ونرجع معاكم. دابا البنات ها هي من بعد ما جمعت راسها، شفتوها ولات قاسحه. هنا غادي نجيب الجبن ديالي، والبنات غادي نبدا ناخذ كويرات على هاد الشكل. كويرات على هذا الشكل هذا، وناخذ الجبن بالمعلقه ديالي ندير الوسط ندخل الوسط هكذا نصب عليه البنات. وهاي عندي الكويرات ديالي واجده. البنات غادي ندهن ندير يدي فيهم شويه السميده وغندير عليها السميده بحال هكا، ونيشان غادي نخليها تحط هنا شويه وغنحطها. دابا غادي ندوزو الثاني عاوتاني بنفس الطريقه، هانتوما هانتوما
الجبل هنا حاولوا معاه غير شويه باش ما تهلش لينا. نتوما البنات تقدروا ديروا التوابل اللي بغيتوا، تقدروا ديروا الجبن بالزعتر، تقدروا ديروا اي منسمات عندكم في الدار تقدروا ديروهم. هاكا من بعد ممكن نديروا هاد السميده غير البنات غادي نبدا نحطهم في المقلوبة ديالي. عندي المقيلة بايبال زوينة غزالة، أنا من بعد ندور ونوريها لكم. فيلي واحد ثلاثة حبات قابضة الشاد ديالي كيطيبو. هذا الطيفال ديالي ما كيحرقش، هانتوما غنتسناهم دابا يطيبو ومن بعد نوريكم الشكل النهائي ديالي. هانتوما البنات شوفو كيفاش كتجي غزالة رائعة. خصكم تجربوها البنات وتقدرو تعيو تعمروها بأي حاجة بغيتو، ماشي ضروري غير الفرماج، تقدرو ديروها بالفرماج بطرقيسو، ديروها بالمنسمات، كلشي كتجي غزالة ان شاء الله تكبر منها. البنات هالحريشات ديالي منعاودش ليكم كي دايرين، كيجيو غزالين هانتوما شوفو. وأي وحدة قسمتوها بالنص البنات غادي تخرج ليكم داكشي باش عمرناها.